السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة قادم فضيلة من مشاركة مع جمعية تاغرارة للثقافة والفنون من مدينة تلمسان. شرفنا أن جينا نشارك في مدينة الجزائر العاصمة بهذا المعرض الغني، وهو معرض تراثي محض. يتمثل المعرض في بعض الحرف الجزائرية التلمسانية، بالأخص منها حرفة النسيج، حرفة النسيج تاع الحنبل، حرفة الدوم، حرفة الحلفة، حرفة الطين، حرفة المنسوج، والحلويات التقليدية وبعض المخللات. الهدف من هذا المعرض هو التعريف بالتراث الجزائري والتراث التلمساني بالأخص. مرحبا بكم.